السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثانية. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشرة. الفريق الطبي المرافق لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤكد أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج المصابه ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وبعد استشارة اللجنة العلمية، الوزير الأول يقرر توسيع عدد الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي إلى 32 ولاية وتقليص مدة العمل لعدد من الأنشطة التجارية. ٨٦٠ إصابة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة في حصيلة جديدة. وفي اليوم العالمي لمكافحة داء السكري تشديد على ضرورة التحسيس من خطورة الوباء على هذه الفئة من المرضى. ترسيخا لقيم التعاون والتضامن، الجزائر ترسل 60 طنا من المساعدات الغذائية والمعدات الصيدلانية لمخيمات اللاجئين الصحراويين على متن طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية. استنكار دولي واسع لاعتداء القرقرات بالصحراء الغربية، والمجموعة الدولية تدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تحضيراته بهراري تحسبا لمباراة العودة المرتقبة غدا ضد منتخب زيمبابوي لحساب تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021. أهلا بكم إلى التفاصيل. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية، يؤكد الفريق الطبي المرافق له أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والهيئة الصحية، اتخذ السيد عبد العزيز جراد الوزير الأول ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية. فعلى غرار المسعى الرامي إلى تخفيف تدابير الحجر الذي تم اعتماده بطريقة تدريجية ومراقبة، فإن هذه التدابير الإضافية التي تهدف إلى تدعيم نظام الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وتنفيذها تدريجيا حسب تطور الوضع الوبائي. وتتمثل هذه التدابير تحديدا فيما يلي: أولا فيما يخص الحجر الجزئي المنزلي، تطبق تدابير الحجر الجزئي المنزلي من الساعة 8 مساء إلى غاية 5 من صباح اليوم الموالي على الولايات 32 الآتية: أضرار، الأغواط، أم البواقي، باتنا، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرات، بسات، لمسان، تيار، التيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، قلمة، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، إليزي، برج بعروريج، بومرداس، تندوف، تسمسيل، تلوادي، خنسلة، خنشلة، سوغهراس، ديبازا وعين تموشنت. لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات 16 الآتية: شلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدا، سيدي بالعباس، مستغانم، معسكر، البيض، الطارف، ميلا، عين دفلة، نعامة، غردايا وغليزان. ويمكن للولاة بعد موافقة السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية بكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بذلك بؤرا للعدوى. إلا أن تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم 17 نوفمبر الجاري لمدة 15 يوما. ثانيا فيما يخص الأنشطة التجارية، فيمدد
لمدة 15 يوما إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كل التراب الوطنية. كما تغلق الأنشطة الآتية لمدة 15 يوما وهي القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية، أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، إضافة إلى دور الشباب المراكز الثقافية. ويطبق إجراء الغلق على الولايات 32 المعنية بالحجر الجزئي والمنزلي، وهي أضرار الأغواط، أم البواقي، باتنا، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، المسان، تيار، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قال معنا، بقى قسنطينة، مدية، مسيلة، ورقلة، وهران، إليزي، برج بوريريج، ولاية بومرداس، تندوف، تيسمسلة، الوادي، خنشلة، سوغهراس، تيبازا، وعين تموشنت. وتحدد لمدة 15 يوما أوقات نشاط بعض المتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة 3 زوالا. ويطبق تحديد أوقات الأنشطة على الولايات 32 المعنية بحجر الجزئي المنزلي. وتتمثل الأنشطة المعنية بتحديد أوقات النشاط فيما يلي: تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوية الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة أو تجارة الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، وكذا قاعة الحلاقة للرجال والنساء، وتجارة المرطبات والحلويات. وفيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على بيع المشروبات والمأكولات المحمولة فقط، وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداء من الساعة 3 زوالا. ومع ذلك يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك لإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا. أما فيما يتعلق بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، فسيتم وضع نظام رقابة من قبل المصالح المختصة لضمان الامتثال لتدابير الوقاية والحماية، فضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين، حيث سيتم أن غلقها الفوري في حالة حدوث خرق للإجراءات المتخذة في إطار مكافحة فيروس كورونا. ومن جهة أخرى، تذكر الحكومة إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية عبر كافة التراب الوطني، لا سيما حفلة الزواج، الختان وغيرها من المناسبات مثل التجمعات على مستوى المقابر التي تشكل عوامل لانتشار الوباء. تحرص على التذكير بضرورة منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات. ولهذا الغرض يكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. وأخيرا، تذكر الحكومة بالمرحلة المقلقة التي تمر بها البلاد من تطور الوضع الوبائي، فإنها تدعو المواطنين إلى اعتماد المزيد من حيث التعبئة والانضباط للحد من انتشار الوباء أو هذا التحدي الصحي الكبير الذي يواجه الأمة على غرار جميع دول العالم. وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، تم تسجيل 860 إصابة جديدة بالفيروس في حصيلة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي إلى 66679 و15 حالة وفاة رحمهم الله. تسجيل 860 حالة جديدة، يصبح العدد خلال 24 ساعة الأخيرة بحالتين لكل 100,000 نسمة، علما أن 17 ولاية لم تسجل أي حالة، 11 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات، و20 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة، عددها 15 وفاة جديدة رحمهم الله. أما فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية، عددهم 523 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت الشفاء طبقا للمعايير المعتمدة، عددهم إلى حد اليوم 44,633، منهم 434 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص حالة الاستشفاء، عندنا 44 مريض حاليا في العناية المركزة عبر المستشفيات عبر الوطن. هذا وأشرف اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد بمقر الوزارة على إحياء فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار السكري وفيروس كوفيد-19 يمكن الوقاية منهما. وهبة هوامة.
اليوم العالمي لداء السكري يأتي في ظروف استثنائية في ظل ارتفاع أرقام الداء وانتشار فيروس كوفيد 19 المستجد. حسب توقعات منظمة الصحة العالمية، يقدر عدد الأشخاص البالغين المصابين بداء السكري 520 مليون شخص. في الجزائر فتقدر نسبة انتشار هذا المرض ب 14.4% لداء السكري لدى السكان البالغين 18 عاما أو أكثر، أي ما يقارب 2.8% مليون مصاب بالسكري. داء السكري كوفيد 19 وكل الأمراض المزمنة تشكل خطرا محدقا وتؤدي إلى نتائج سلبية على الصحة العمومية. كي يتلاقاو الكوفيد والسكري ولا الكوفيد وأمراض مزمنة أخرى، يعني الحالات تكون أخطر. الرسالة تاعي على لي ديابيتيك، il faut pas que les diabétiques يحطوا في راسهم اللي رايحين كاع يموتوا. Ce n'est pas vrai. Les diabétiques ils sont exposés à la COVID-19 كما الناس الكل. الاحتفال باليوم العالمي لداء السكري فرصة للإشادة بالمجهودات المعتبرة المبذولة من قبل القوافل الطبية لفائدة مناطق الظل. من جهتها تعمل جمعية على تحسيس مرضى السكري من الوباء من خلال العمل التطوعي خدمة لمرضى السكري. مليكة بن عويشة والتفاصيل. يواجه المصابون بالأمراض المزمنة مخاطر مضاعفة تهدد صحتهم في ظل تفشي كوفيد 19. جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر تكثف عملها التطوعي المرافق للمصابين بداء السكري خلال الجائحة. رانيا واحدة من المصابات المستفيدين من خدمات الجمعية. مصابة بالسكري من النوع الأول، دونك الجمعية جمعية مرضى السكري ولاية الجزائر ديما نجي ليها ترافقني وتاني سورتو تمد لنا النصائح. دونك اليوم جيت باسكو باش نبدل لاباراي ديالي. خدمة المرضى تتعدى التوعية والتوجيه وتقديم المساعدات المادية، فمتطوعو الجمعية ينتقلون إلى المرضى للكشف وتوصيل الدواء وأجهزة قياس السكري. احنا كجمعية والمهمة تاعنا هو الإرشاد الصحي، التوعية والتحسيس والوقاية من مخاطر المصاب بداء السكري. الإصابة بداء السكري عندها عواقب وخيمة، نتكلم على مضاعفات، ولكن عن طريق الإرشاد الصحي، نصائح غذائية، نصائح طبية، نصائح علمية، نقدروا نتفاداو كل الأعراض والمضاعفات المصاحبة لمرض السكري. لما نتكلم على مرض السكري نتكلم على الضغط الدموي، نتكلم على مرض القلب، عدة أمراض يعني ممكن يتجاهلها الإنسان، احنا نتقفوع فيها. بالنسبة للمصابين بداء السكري اللي كنا نقول لهم ما تخرجوا من الديار ويقول لك انا كيفاش ما نخرج والادويه تاعي كيفاش نجيبها، احنا خدينا الانيشيتيف هذه وانه نجيبوا احنا الادويه، كيفاش نجيبوا لاكارتيفا ونروحوا عند الميدسان نديروا النوردونونس، نجيبوا عند الفارماسيان الادويه وندوها له حتى الباب داره. مناعه المصابين بداء السكري تستلزم اجراءات وقائيه واحتياطيه مضاعفه لتجنب العدوى بالكوفيد. ومع التزايد المقلق لعدد الإصابات بفيروس كورونا، سخر قطاع الصحة بورقلة كافة الإمكانات للتكفل الأنجع بالمصابين بفيروس كورونا. فاطمة زهرة بن عرفاوي المزيد. مع الانتشار المحسوس لوباء كورونا ببلادنا، بات من الضروري أخذ المزيد من الحطة والحذر أكثر من وقت مضى، وتجنيد كافة الأطقم الطبية وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، مثلما هو الحال بمستشفى محمد بوضياف بورقلة والذي تعزز بثاني جهاز سكانير لمجابهة هذا الوباء. اليوم نفتتح لأول مرة مصلحة جديدة للسكانر اللي راح تزيد السكانر المتواجد حاليا للتكفل بالمرضى بصفة جيدة. الأهم هو أننا نأخذ ونحسس المواطنين على الجانب الوقائي من أجل ارتداء الكمامات، من أجل التباعد الإجباري على مستوى المحلات، على مستوى الناقلين، وكذا على مستوى الإدارات العمومية والخاصة. ولأن الإحصائيات أخذت منحا تصاعديا للإصابة بفيروس كورونا، كل الإمكانات سخرت من وفرة في الأدوية ووسائل للوقاية للتكفل الأنجع بالمصابين وحفاظا على سلامة الطاقم الطبي بمصلحة الكوفيد 19 بمستشفى ورقلة. والوسيلة اللي تسمح لنا أن إن شاء الله نقضوا على هذا المرض هي الوقاية. الوقاية ماشي من عندي أنا يا كطبيب،
ولا من عند المؤسسه الاستشفائيه. الوقايه من عند الناس، لازم الناس كامل تفهم باللي التدابير الوقائيه الموصى بها من طرف المختصين راهي لصالح المواطن، راهي لصالح الصحه العموميه. ولان الاكسجين ماده حيويه ويكثر عليها الطلب خاصه في الوضع الصحي الراهن، فهي متوفره وبكميات كافيه. مادة الأكسجين نطمن أنها متوفرة، وهذا متوفرة على مستوى المؤسسة، لأن كما تشاهدوا هذا الخزان راه متواجد على مستوى المؤسسة وسعته 10,000 لتر. إذن 10,000 لتر يعني تكفي وكافية والحمد لله. هي مسؤولية نتقاسمها جميعا لمحاربة هذا الوباء الفتاك. إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها في مختلف المحلات والمتاجر لتفادي انتشار فيروس كوفيد 19، حيث تم غلق 32 محلا خالف الإجراءات الوقائية. نتابع التفاصيل مع نور دحماني. تحايل يعني حتى في الإجراءات الوقائية فيه تحايل يعني. شوف فقدان هذه قارورة جل يستعملها انسان شخصه، ولكن هكذاك بالرغم من هذا فيها التمويه وحطوا الماء في اثناء المرور لجنة المراقبة. خروقات للبروتوكول الصحي، فعلى وقع ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا تتابعت قرارات الإغلاق التام للمحلات بالمقاطعة الإدارية لسيدي محمد. اسك عندك لي كابين دي سياج ايسي؟ نحيتهم ماذا؟ باسكو سي انتردي. اني داير واحد ما ويقيش. درت ما كاش مشكل قاعد. اسك درت باللي ممنوع؟ درت الشريط الاحمر باللي ممنوع؟ ما درتوش. لازم ديرو. كاش هكذا دير شنو ندير؟ الشريط الاحمر ولا دير ريدو دير ممنوع الدخول. لاحظنا بعد النقص عند اصحاب المحلات التجاريه، خاصه في المحلول التعقيمي، المنشافات الموضوعه على مستوى باب المحل لتعقيم الاحذيه، عدم وضع الاشرطه على الارضيات، استعمال غرف تبديل الملابس، وكذلك عرض السلع خارج المحل. هذه المعاينات قد اسفرت عن الغلق ل 32 محل تجاري. هناك كذلك إعدارات أولية للتجار لبعض النقائص التي تم ملاحظتها، وستستمر هذه العملية يوميا على مستوى مقاطعتنا الإدارية، وذلك في إطار الحد من انتشار وباء الكورونا. لتتواصل إذن عمليات المراقبة والعودة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية بعد التصاعد القياسي في عدد المصابين بكورونا. في إطار العمليات التضامنية بين الجزائر والشعب الصحراوي، تم اليوم شحن 60 طنا من مختلف المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية على متن طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية، خصصتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لنقل مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الصحراوي، وذلك انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفريك بالناحية العسكرية الأولى باتجاه مطار تندوف، وهذا يوم غد. عملية الشحن تمت بإشراف سعيدة بن محبي لرئيسة الهلال، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، وبحضور سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر عبد القادر طالب عمر، وممثل المفوضية السامية للاجئين بالجزائر أوغستينو مولاس، وصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية. نتابع التفاصيل مع بايا بالخير. قافلة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري تتكون من 60 طنا من المساعدات الإنسانية، تتمثل في مواد غذائية ومعدات صيدلانية تم شحنها على متن طائرتين عسكريتين لفائدة الشعب الصحراوي في مخيمات اللجوء. نعتبر أن أبشع نوع من أنواع المس بكرامة الإنسان وبأبسط حق من حقوق الإنسان هو الاحتلال والاستعمار. لذا من واجبنا كمنظمات إنسانية باش نقف بجانب هذه الشعوب اللي تعاني من حرمانها من أبسط حق من حقوقها. اليوم هذه المساعدات تتمثل في مواد غذائية أساسية 60 طن في مختلف المواد الأساسية. نشكر رئيس عبد المجيد تبون
ونشكر قيادة جيش الشعب الوطني، ونشكر بطبيعة الحال رئيس الهلال الأحمر الجزائري التي عودتنا دائما على جمع الهدايا والتبرعات والحضور في الوقت المناسب لإرسال هذا الدعم المطلوب في هذه الأوقات الحرجة، وخاصة في مواجهة وباء كوفيد الذي تلعب هذه المساعدات دور كبير في الحد منه. وبطبيعة الحال هذا سيشجع المفوضية السامية لغوث اللاجئين لتقدم يعني الشهادات بأن الدولة الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري يعني يقوم، وكل مؤسسات هذه الدولة الجزائرية يعني بما يجب وأكثر اتجاه اللاجئين. ممثل المفوضية السامية للاجئين أبدى قلقه تجاه ما تعرفه القضية الصحراوية من تطورات. نحن المفوضية السامية للاجئين قلقون مما يجري هذه الأيام، ونأمل عدم تدهور الأوضاع. نتمنى تسوية سلمية للقضية الصحراوية، ونحن هنا اليوم في إطار مواصلة العملية الإنسانية تجاه اللاجئين الصحراويين. هي واحدة من بين المبادرات التي تعودت الجزائر على القيام بها تجاه الأشقاء، خاصة إذا ما تعلق الأمر بأصحاب القضايا التحررية العادلة. عقد اليوم مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين استهلة بالتطرق إلى العمليات العسكرية للمملكة المغربية بمنطقة الجرجرات بالصحراء الغربية، معتبرا أنها تعد واضح على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يربطها مع جبهة البوليساريو. وأضاف شنين أنه أمام التطورات الخطيرة التي تعرفها الصحراء الغربية، فقد أصبح من الضروري والمستعجل على الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية الشعب الصحراوي وحماية موارده الاقتصادية والدفع بمسار الحل من خلال الاستئناف الفعلي للمفاوضات السياسية بين الطرفين، هذا من أجل تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتحديد مستقبله على أرضه كما تقرره كل اللوائح والقرارات الأممية والاتحاد الإفريقي ذات الصلة. بعدها درس مكتب المجلس التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، والتي بلغ عددها 19 تهديدا. وعند الانتهاء من الدراسة أحل المكتب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات 13 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا، وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها. هذا وسجل حزب تجمع أمل الجزائر باستنكار كبير الاعتداء المغربي على المدنيين الصحراويين بمنطقة الجرجرات بالصحرائية الغربية، معبرا عن قلقه المتزايد حول الوضع في الجرجرات والعدوان على الجمهورية العربية الصحراوية أرضا وشعبا. كما ندد حزب الفجر الجديد اليوم بشدة الاعتداء الخطير للجيش المغربي على المدنيين الصحراويين العزل في منطقة الجرجرات، مؤكدا أن هذا الاعتداء يهدد الاستقرار في المنطقة باعتباره خرقا لاتفاق الأمم المتحدة لتوقيف القتال منذ 91 بين المغرب وجبهة البوليساريو. وعبر الحزب عن قلقه الشديد إزاء هذا الاعتداء الذي قال أنه ضرب كل مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي عرض الحائط. من جهته ندد واستنكر المنتدى المدني للتغيير العدوان العسكري للجيش المغربي بمنطقة الجرجرات، واصفا إياه بالعدوان غير المسؤول وغير الإنساني، واعتبره ظلما وفي حق الشعب الصحراوي. من ناحية أخرى حمل المنتدى في ذات البيان السلطات المغربية مسؤولية انتهاك اتفاق السلم الموقع بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعبية الصحراوي برعاية الأمم المتحدة. أدانت الحركة الاشتراكية الشيلية الليندست انتهاك وقف إطلاق النار الذي ارتكبه المحتل المغربي خلال هجوم عسكري على المدنيين الصحراويين في الجرجرات،
مجددة التأكيد على دعمها للشعب الصحراوي في كفاحه المشروع ضد هذا العدوان العسكري المغربي. كما شددت الحركة على أن العدوان المغربي جزء من استراتيجية المملكة لتجاهل اتفاقية السلام المرتبطة بشكل وثيق بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. هذا وتتواصل ردود الفعل الدولية المستنكرة للاعتداء العسكري المغربي على المتظاهرين السلميين في منطقة القرقرات والتي باتت تنذر بتأزم الوضع. التفاصيل في تقرير رامي عامر. تأزم الوضع في المنطقة منزوعة السلاح بالقرقرات جنوب غرب الصحراء الغربية إثر العدوان العسكري المغربي على المتظاهرين السلميين ولدى ردود فعل دولية إزاءه. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يحذر من عواقب ما آلت إليه الأوضاع وعلى مستقبل عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. يأتي قلق غوتيريس وسط إجماع دولي على ضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير كحل وحيد للتسوية في الصحراء الغربية، إذ دعت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها إلى التعقل وتفادي اللجوء إلى استعمال العنف في ظل احترام اتفاقات وقف إطلاق النار السارية منذ عام 1991، مشيرة إلى أن الوضع السائد في الوقت الراهن يؤكد الضرورة الملحة لتعيين مبعوث شخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية في أقرب الآجال وتمديد عهدة المينورسو. فنزويلا من جهتها أعربت عن انشغالها من هذا العدوان وترى على لسان وزير خارجيتها في استفتاء تقرير المصير المخرج الوحيد للأزمة ويجنب المنطقة تداعيات الحرب. البرلمان البريطاني كذلك سجل طرحا لمستجدات الوضع الأمني في القرقرات بتدخل نائب عن حزب العمال بضرورة إجراء استفتاء تقرير المصير بشكل عاجل لتحقيق إرادة الشعب الصحراوي، كاشفا عن عزم حزبه طلب عقد اجتماع مع رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة مع الشعب الصحراوي، فيما اصطفت مواقف الجمعيات والمنظمات الدولية غير الحكومية موقف المستنكر للاعتداءات على حقوق الإنسان والمرتكبة في حق الشعب الصحراوي. عقدت لجنة المالية والميزانية اليوم اجتماعا خصصا لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021. الاجتماع ترأسه أحمد زغدر رئيس اللجنة وحضره كل من وزير المالية أيمن عبد الرحمن ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. كما عقدت اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة عبد الحميد السعافيف بحضور ممثلي وزارة العدل. أشغال الاجتماع خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها. إلى التسجيلات الجامعية وبجامعة الجزائر واحد كلية الحقوق، حيث عرفت إجراءات وقائية صارمة وفق البروتوكول الصحي المصابه. محمد بإسماعيل يتابع عملية التسجيل للطالبة رشا التي حققت حلمها بالالتحاق بكلية الحقوق. رشا قرطال بعد نجاحها في شهادة البكالوريا بمعدل جيد تحقق حلمها بالالتحاق بكلية الحقوق، حلم تجسد بعد مجهودات جبارة لتواصل دراستها الجامعية وكلها طموح للنجاح. اليوم جيت ليزانسكريبسيون بيان سور باش نماركي كلية الحقوق، باسكو كنت حابة ندير حقوق من بكري ملي كنت صغيرة، والحمد لله جبت الباك تاعي والمعدل سمح لي باش ندير حقوق وراني فرحانة. التسجيلات الجامعية متواصلة سواء عبر المنصة الإلكترونية أو بحضور طلبة أنفسهم للجامعة وسط بروتوكول صحي محكم. ابتداء من 8 نوفمبر قمنا بتسجيلات الطلبة المحولين على كليتنا. هذه العملية تستمر من 8 نوفمبر إلى غاية 18 نوفمبر 2020. اتخذنا عدة إجراءات من بينها نلح على ضرورة وضع الكمامة وهذا إجباريا، بالنسبة أيضا للتباعد الاجتماعي الجسدي والاجتماعي أيضا راه مطبق، أيضا وضعنا عدة ملصقات عبر مختلف الجدران التي تشير على ضرورة الالتزام بهذه التدابير. في انتظار انطلاق الموسم الجامعي يبقى على الطلبة المثابرة والاجتهاد لتحقق آمالهم المستقبلية.
تنمويا تشهد ولاية بجاية عملية تطهير وتنظيف واسعة على ضفاف الوديان التي تمر عبرها، وهذا ضمن مخطط استعجالي وتفاديا للفيضانات. نتابع التفاصيل مع وهبة دنداني. وادي السرير الذي تعبر مياهه وسط مدينة بجاية يحظى بعملية تطهير وتهيئة على طول مسافة 3 كيلومترات تجنبا لخطر الفيضانات، بالإضافة إلى وادي الصغير الذي يشهد العملية نفسها على طول 5000 متر. عندنا وادي السرير الذي يفوت عبر مدينة بجاية على طول حوالي 3 كيلومتر. دونك العملية راهي بدينا فيها من 28 أكتوبر 2020. دونك هذه العملية التكلفة نتاعها حوالي 22 مليون دينار جزائري. دونك عندنا كذلك الواد صغير على طول مسافة حوالي 5000 متر طولي، نسبة تقدم في الإشغال بصفة عامة حوالي 50%. وحماية للمدينة، وادي سيد علي البحر الذي يعد ملتقى جريان روافد عدة تم إدراجه ضمن المخطط الاستعجالي الخاص بالتنظيف والتهيئة ليصب في عرض البحر. جميع المياه الأمطار تصب عبر هذه الوديان ونهاية انتهى على المستوى نتاع البحر في منطقة اللي يسموها سيد علي البحر، أين رانا متواجدين هنا. إذا الولاية تاعنا ولاية يعني تعرف تساقط كثير، ولهذا العملية هذه راهي متواصلة عبر عدد كبير من الأودية، خاصة باش نتفادى يعني الفيضانات ونتفادى حتى يعني الخسائر المادية الكبيرة المعتبرة والخسائر البشرية. العملية ستطال 12 واديا يعبر مدينة بجاية وحدها حماية للمواطن والممتلكات. أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم جلسة استئناف محاكمة وزيري التضامن الوطني الأسبقين جمال ولد عباس وسعيد بركات إلى تاريخ 29 نوفمبر القادم، وجاء قرار التأجيل في القضية المتابعة فيها الوزيران السابقان بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين. هذا وقضت اليوم محكمة بير مراد رئيس ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب10 ملايين سنتيم ضد المدير العام لمجمع النهار الإعلامي محمد مقدم المدعو أنيس الرحماني المتابع بتهمة تتعلق بتسجيل ونشر مكالمات هاتفية تمت بينه وبين ضابط سام في الجيش. أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة اليوم أحكاما تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا والبراءة في حق المتهمين 12 في قضية بنك الخليفة المتابعين بتهم تتعلق بالفساد كالسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة وتزوير محررات والرشوة واستغلال النفوذ، وأدين المتهم الرئيسي رئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة عبد المومن رفيق خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا ب18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري ومصادرة أملاكه المحجوزة. كما أدانت المحكمة المدير العام المساعد لشركة الوقاية والأمن سابقا المتهم عبد الحفيظ ششوى ومدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة سابقا بالعيد كشاد ب8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ومصادرة فيلا المتهم عبد الحفيظ ششوى المحجوزة، فيما حكم على شقيقه المدير العام المساعد المكلف بالتجهيزات سابقا ببنك الخليفة بدر الدين ششوى ب4 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة ومصادرة الشقة المحجوزة. وأدين مدير وكالة بنك التنمية المحلية باستوالي السابق مراد السيريدير ب5 سنوات سجنا نافذا فيما حكم على لاعب كرة القدم سابقا مزيان غلالي ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ومصادرة الفيلا المحجوزة، فيما حكم على مدير مدرسة الشرطة بعين بنيان سابقا عدى فداد ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار. لو أصدرت
المحكمة ضد كل من المتهمين خليفة عبد المؤمن ومراد إيسيري دير وبالعيد كشاد وعبد الحفيظ شاش وأحكاما بعقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني وحرمانهم من الحقوق الوطنية والمدنية لمدة 3 سنوات، وحكم على مدير الشركة الإسبانية الجزائرية للتغذية سابقا المتهم مصطفى بن مهدي بعامين حبسا وموقوف النفاذ وغرامة مالية تقدر ب20,000 دينار وعاما حبسا موقوف النفاذ في حق كل من رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا علي مزيان والمدير العام السابق لمجمع صيدال علي عون الذي غرم ب5,000 دينار. واستفاد من البراءة كل من المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة محرز أيد بالقاسم والمتهم مسعود صدراتي الذي تربطه علاقة مصاهرة مع المتهم الرئيسي في القضية. إلى أخبارنا الدولية، وفي شأن فلسطيني دعت الجامعة العربية الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قراراتها بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وإقامة دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس الشريفة. أمنيا، أقدمت طائرة الاحتلال على قصف أراضي زراعية في مواقع مختلفة من قطاع غزة. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. وباسم الشعب العربي الفلسطيني، بمناسبة مرور 32 عاما على إعلان وثيقة الاستقلال بالجزائر، أحيت جمعية الصداقة الفلسطينية الجزائرية المناسبة الوطنية وسط حضور لعدد من الفصائل الفلسطينية مؤكدين على استمرار النضال الفلسطيني. إعلان الاستقلال هو استلهام لنا نحن كفلسطينيين أن نستمر في نضالنا حتى أن ننجز كل بنود وثيقة الاستقلال التي أعلنت في الجزائر، ونقول أن هذا اليوم سيكون حقيقة في المستقبل إن شاء الله من خلال دماء شهدائنا وجرحانا وأسرانا البواسل. الاحتفال أقيم داخل منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وبعد أيام من ذكرى استشهاده، تأكيدا على تمسكهم بكل الثوابت الفلسطينية منذ أن وضع لهم خارطة طريق الحرية قوس الزيتون والبندقية. نحن وإحنا على أرض الرباط نقول، ونحن في بيت الشهيد رمز ياسر عرفات، كنت المحلق في القمم، كنت الرصاصة والقلم، كنت الهوية والشعار، وكنت ألوان العلم. نحن كفلسطينيين سنظل نتذكر الثوابت التي آمنت بها وحافظت عليها. المشاركون أثنوا على دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية منذ أن انطلقت الثورة وما زالت حاضنة للهم الفلسطيني. المستقبل لنا والمستقبل لشعبنا، ويقف معنا وخلفنا جميع أحرار العالم، ومنهم دائما نتذكر في الطليعة الشعب الجزائري العظيم والقيادة الجزائرية العظيمة التي لم يتوقف دعمها لشعبنا الفلسطيني يوما. اسم الجزائر لا يغيب على الشعب الفلسطيني، احنا موجودين على هذه الأرض وكمان شايفين ايش موجود، يعني كجزائريات بنلاحظ انه كل الشعب الفلسطيني بيحب الشعب الجزائري. فإعلان وثيقة الاستقلال بالجزائر أكسبت القضية الفلسطينية بعدا سياسيا ودوليا وأسست لمرحلة الاعتراف الدولي بالحق الفلسطيني، وما زال النضال مستمرا. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. في الرياضة الآن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية بالملعب الرئيسي الذي سيحتضن لقاء غدا أمام نظيره الزيمبابوي، وفي توقيت المباراة نفسه حصة عاملة من خلالها الناخب الوطني جمال بالماضي على تصحيح بعض الهفوات التي وقع فيها رفقاء رياض محرز في لقاء الذهاب، مع ضبط معالم التشكيلة التي سيدخل بها الخضر المباراة غدا برسم الجولة 4 من تصفية كأس أمم إفريقيا. هذا برمج الطاقم الفني للخضر صبيحة اليوم جولة استرخائية في مقر إقامتهم، وعمد بالماضي على برمجة هذه الجولة لتخفيف الضغط عن اللاعبين قبيل مباراة العودة أمام زيمبابوي. والمنتخب الوطني إذن تفصله نقطة واحدة عن حسم التأهل إلى النهائيات الإفريقية، حيث سيرمي جمال بالماضي في مباراة الإياب كامل ثقله للظفر بالتأشيرة والتفرغ لتصفية مونديال قطر 2022. طارق بوفليح. التأكيد على علو الكعب في المجموعة الثامنة بالحد من طموح الزيمبابويين والعودة بنتيجة إيجابية من أراضيهم
والتي لن تتحقق إلا بتصحيح الأخطاء المسجلة على ملعب 5 جويلية وعدم ترك المجال للمنافس الذي يحسن التمركز في الخلف وهجوماته سريعة. وإن غابت عنها الفعالية نقاط حفظها جيدا بالماضي الذي فهم ماهية منافسه حتى قبل إعادة مشاهدة اللقاء بعد أن حضر كل من بالعمري وقديورة لأخذ مكانيهما في التشكيل الأساسي. تاريخ مش سهل وسورتو عندهم بس احنا فالي اون فواياجي لابا بوغ لي غاني وهذه مليحه لينا سي هذه ثاني خبره للمستقبل لانش ما كانش سيغ تال ديرني جور بون فينالمون قعد احتياط وبغينا نعطيلو ان بو دو طون جو افون كو نروحو لزيمبابوي وان شاء الله ان شاء الله يبدا ممكن يبدا هذا الدوزيام ماتش ان شاء الله. المقاتلون ليسوا بالخصم السهل، إن فتحت أمامهم الثغرات، اللعب بالروح العالية والتركيز اللازم مع استغلال أبسط الفرص هي مفاتيح الفوز التي يعيها اللاعبون جيدا. ماتش باش نربحوا نلعبوا كامل ماتش كيف دوكا ما كاينش إيكيب ضعيفة في لافريك، أنا جو بونس كو لي زيكيب كامل ملاح، كامل لي زيكيب عندهم دي جوار يلعبوا في الأوروب، الكرة الإفريقية تطورت بزاف، لازم على بالنا بهذا الشيء ولازم نزيدو نكونسونتريو بليس. باش ان شاء الله بيسك الجاي حيكون صعيب ثاني. زدرافكو لوغاروزيتش ورغم الثلاثية التي تلقاها فريقه إلى أنه بدا متحديا في تصريحه لصحافة زيمبابوية حينما أكد أن سوء التحضير كلفه الهزيمة في لقاء الذهاب والذي منحه الفرصة لدراسة المنافس وتحضير الخطة اللازمة لتوقيف سلسلة النتائج الإيجابية لبطل إفريقيا بما أن لاعبه بالغ في احترامهم وهو ما كلفهم تلقي 3 أهداف بسبب أخطاء وصفها بالمبتدئة وسيسعى لتداركها. أكيد هي مباراة ليست سهلة لكن سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا لأننا نريد الفوز وسنحاول اللعب مثل الشوط الثاني حيث قدمنا أداء جيدا. بين السعي لضمان التأهل والباحث عن التدارك والثبات في المركز الثاني سيكون الملعب الوطني لرياضات بهراري محطة الفصل بينهما. نهاية النشرة وتابعتم فيها الفريق الطبي المرافق لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يؤكد أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وبعد استشارة اللجنة العلمية الوزير الأول يقرر توسيع عدد الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي إلى 32 ولاية وتقليص مدة العمل لعدد من الأنشطة التجارية. ٨٦٠ إصابة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة في حصيلة جديدة. وفي اليوم العالمي لمكافحة داء السكري تشديد على ضرورة التحسيس من خطورة الوباء على هذه الفئة من المرضى. وترسيخا لقيم التعاون والتضامن الجزائر ترسل 60 طنا من المساعدات الغذائية والمعدات الصيدلانية لمخيمات اللاجئين الصحراويين على متن طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية. استنكار دولي واسع لاعتداءات القرقرات بالصحراء الغربية والمجموعة الدولية تدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه انتهاك حق شعب الصحراوي في تقرير مصيره. وتابعتم المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تحضيراته بهراري تحسبا لمباراة العودة المرتقبة غدا ضد منتخب زيمبابوي لحساب تصفية كأس إفريقيا للأمم 2021. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة. شكرا لكم والسلام عليكم. إلى اللقاء.